لكن انا لو اني شاعر مبتدئ اول شيء بعرض قصيدي على شاعر اشوف انه انا ما اتكلم عن المبتدئ ولا اتكلم انك شاعر طيب شاعر كيف تمكن بتمكن إيه؟ لا مالي كل يوم ببدع كل يوم لا بس شبابي ما بعرف شبابي بس انا بضرب لك مثال وذا حاصل يمكن ناصر يعرفه ناصر بن سعد اضرب لكم يوم شعره بعض الاحيان بالذات اللي انتم تطلبون قصايد بعض الاحيان هبت عليك الهفية انت في خاطر ما طلع قصيدها مكنسله متكرسان على فراش السوداني الله يقدم الخيام دق جوالك نواف منصور الو ابو حسين في رفيق لي ابغى يرخصني تكفى يا ابو حسين ابغى تكتب فيه 8 ابيات اسمه سلطان بن جوي قلت انت وش اقول لك اللي ودك وش اللي ودي انت وش اللي عليك دوام خفاره مجازه قال اللي ودك ساعات قفل واذا ناصر بن سعود دق علي الحبيب ابو حسين وش حالك عساك طيب اخي علي بيعرس الاسبوع الجايه نبغى نكلمنا منشد ابغى ربع تخلص الليله ولا عند الصبح يقول 30 بيت انا قصيدتي الليلي انا في راسي فكره ومهمله واذا مكلمني ابغى ربع ضابط يرخصك قدام المغرب واذا يبغى قصيدتك قدام الاسبوع الجاي انت ناوي شو تسوي يمديك كشاعر يمديك طيب لا, لا. اذا اذا نفسيتك مين متقبله والله يدور عليها هالسنه ما كتبتها والله انا اعرف شعرك والله انا تكلم ترى ما تتكلم عن المواقف زي كذا طيب انا بجاوب كان بجاوب ادري بتجاوبني يا حبيب قلبي خليك تجاوبني يلا يا الله انا اتكلم عن تحرش لا يا ابن على اعوذ بالله هذا من زود الاحترام يبغى يقدم لك احترام المهم انا قصدي انت شاعر متمكن ولك شعبيه ولك ناس يحبون قصيدك ويحبون ينتظرون منك القصيد انت بكل شيء بكل واحد منكم حتى اللي مو شاعر يعطيني رايه في هالسنه هذه يكتب ثلاث قصايد يعني حكر ما مو كل هالسنه احنا السنه كم 13 شهر كل شهر ولا شهرين تنزل لك قصتين ثلاث ولا تكتب قصتين ثلاث فالسنه كلها يا رب لا لا اذا انك قص... نعم اذا انت تشوف قصيدك يجذب السامع يتشوقون لك العربان فزينهم كل ما تشوقون لك سمعوا القصيده ما لا تنزل لك 500 تدبي لك بوده وما انت بحلوه حلوه ولا انهم يتعطشون عليك ولا تنزل لك قصيدتي حلوه اضم صوت العقاب يعني اخلهم يتشفقون لي طيب ضايع الربع في احد عند راي الربع تو مجوب خلني بقى خلص من المدينه انا احس يا سلطان طيب ماني في شاعر والله المواقف تراها تجبر الشاعر لو يصير موقف يا ربع انا ما اتكلم عن الموقف هل انت ودك ان قصيدتك طيب يمكن يقول انا والله بكتب لي اربع وبوقف وحصل بيني وبين كتب الاربع حصل موقف بيننا اجبر شيء منتشر شيء ينتشر العالم شيء ينزل حساباتهم شيء خلاص يعني بارادتك هو يكتب قصيده ويكتب قصيده انا اكتب بابو حسين وابو مناحي طيب اسمع يوسف انا اكتب ورجي ذولي بس انا اكتب لي 10 15 بس انا اقصد اللي اعلن عنهم واللي نزل حساباتي واموري ذي نزل لي ثلاث اربع بس يا سلام هذا انا معك فيها حلو على حسب يعني الحين ما في اي شاعر في العالم يقول انا والله في الشهر ذا بكتب سبع قصايد من نفس خط في يوم كل ربع دون انت فلاك جنتنا ثم تكهرب ولا شيء يا سلام في شاعر عادي يكتب لك في اليوم خمس قصايد وكل قصيده من 30 بيت وفي شاعر هو نفس الشاعر ذا عادي يمر عليه ست شهور سبع شهور والله ما يكتب بيت واحد فهمت مره يحضر هاي مره تفضل ان قصيدك يكون واجد المشهد انا افضل اذا حضرت القصيده وشفتها قويه لو اني انزل كل يوم قصتين ثلاثه وهي قويه عاد ما عندي مشكله واشبه الشاعر باللاعب ترى على مع الاستمراريه اي اذا اللاعب يتمرن كل يوم تلقاه لاعب يا وكذا الشاعر نفسه اذا كتب طيب. كل يوم مع اني ما اكتب واجد يعني اخليها بين فترات طيب حلو ريان ريان والله مالك يا ريان في كل الخيشه تركض من كل هيك طيب اسرع على عمرك كل ثلاث شهور ولا شهرين قصيده حلوه يعني اخذ سوي طلعت الموضوع يا ريان ما ادري ايش السالفه بس خلاها بالخيشه متعب سدد وقارب الله اوه بين فترة الله 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 وهذا احلى متمة انا كل يوم وانا ادد فهمت الموضوع حرك شريطك بعد عنه يقرب لك ومل المستمع ولا عاد يحفظ قصايده منتشرة وقوية انت لقيت هالاشياء في احد يقول ممل ها؟ ها تركي ميزاني هو طول عمر كل فترة طالع مو كل فترة كل شوي نسمع لي قصيدة جديدة الا انها طرى بس كم قصيدة تحفظها تركي ميزاني؟ ها؟ ثنتين ثلاث يا كثرها
كم عدى على طيب عدى عدى يا صاحبي رجال يقصد المحاورة المحاورة تختلف لا لا عدى عدى عادل في في رجال عدى 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 النظم شكل كل يومين يسوي قصيدة ابلع شبلش لا دليل بس قصايدة قوية شوف 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 خلاص قلت لك الميزان النظم قليل المحاورة هي المحاورة خل 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 قوية وبعدين تنتشر ما في احد ما هو حافظها قصايدة انا ودي بدل ما انزل 100 بدل ما انزل 100 احد عنده رأي الربع انزل 10 تفرج بجيكم يا الربع والله اني بجيك خلينا نتمم زين انا اشوف انه ما يكثر قصايد مره الشعر انا والله ما اعرف طيب انت والله انا يا هلا السلام يا ابو والله ما هو بحقنا طيب خلاص انا اسف يلا تحاق اشوف ان الشاعر يقلل من قصايده علشان لا قالوا يا فلان عطنا قصيده للكل يتشوقون يقولوا عرفت يا رجال لو اصبح لو اصبح كل يوم يقول قصيده قصيده ما عاد دروا هذا قديم تو ولا جديد تو ولا قريب ولا الحين فعلى ما قال الناس اشوف ان الشعر ذوق طيب هسه ما زيد على كلامكم لكن في نقطة يبيها الشاعر ان قصيدته تنتشر تحفظ بس اعطنا النقطة الأولى وقفة طيب ايش من واحد؟ قال سالم نفس كلام الربع وتذكر ترى لي وليد البحيح وليد البحيح كم لها قصيدة يا ابو عبد الله؟ ما هي بواجد ثلاثة واربع ثلاثة قصايد عشر من يوم لكن لكن من يوم كتب قصيدة ترى لا بعلمك لكن محمد بن فطيس منزل بحسابه انستغرام كاتب حاط قصيدة لوليد البحيح كاتب الشعر لا زال بخير وش يدلك؟ يعني يدلك ان ايه يدلك الرجال قوي يدلك الرجال وليد بحيح قوي حزمي سعد يبقى حزمي ليش حزمي وشو وشو الى نزل اه حلو حزمي يا هذا اللي كنت بوصله يا الربع انا كلامي على الشعر انا فيها كذا واحد من عيال شعار واجلس معهم واخذ اعطي معهم شعار 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 مو بسيطين والله فالسنه تغير السنه كلها ما نزل لك ستين سنة كاملة قصتين ينزلها مثل يا شيلة ولا قصتين بس ممكن هو يطلب منه فالأربعة أنا يعني أعرف لا أقسم بيت الله بكل حفل موجود يا عادل وبكل موقف موجود طيب هذه تحسب طيب هذه تحسب لي بس إنه هو هذه موقف أنا أتكلم قصيدي أنا أي كذا اللي لك يخصك أنا قصيدي وجهة نظرك أو حدثك أو خيالك أي أنا أتكلم يا ربع عن قصيدي أنا اللي لي أنا خلي اللي يطلب مني نور منصور خلي اللي يطلب مني مدى خلي اللي يطلب مني سالم أنا ما مصدر على الريدي لا طلبنا كذا أنا معك لا أنا عشان أتكلم قبل شوي عن الأمور اللي تحصل لا أنا هذا قصدي في قصائد قدام أدخل برنامج منتشر لا أبو منحي اللي قال مسألني يقول في قصيدة الفلانية هي لك قلت له عملي انا ما يدري انا لا انا قلتها ميبلي انا قصدي خلي انا كتبتها راحت لسمرائيه انا قصدي خلي اللي في المحافل ما بقى على توقيع الشعر انا قصدي خلي اللي في الزواجات في المحافل في الماضي لا الغزليه الحكمه ايه اللي الحكمه الشيء الموقف اللي كاتبها صدق من خاطر يعني هم يشد يعني ينزل قصتين ثلاث يعني هذا افهم كلام يا تنزل شيء قوي يا الشاعر لا ما تنزل شيء والله هم في واحد يرقيني اكثر ما له قصيده محمد الشاعر هو هو الشاعر هو جالس يحفظ القهوه هو جالس تاخذ لك فنجان يمكن يطري له بيتين يمكن اول ما يبدا في المبدا على طول تل هذه 20 بيت عادل جالس خلاص صار طارق والله هم في شاعر من كثر ما يرسل لي حتى تبدا شيء ما عاد اسمع قصائد شلات بشكل اسبوعي هو يرسل هو صح يمكن يبغاني يرد عليه بس انا رديت عليه فهو القصيده كل اسبوع وهو مرسل لي قصيده شيله قصيده خلاص صرت اسوي سكيب ما عاد اقدر ما عاد بيسمع هذا الجمهور نفسي انا مثل حال الجمهور طيب انا بسالكم سؤال انتم تهتمون بقوه القصيد؟ ايه طيب لو واحد ينزل كل ثلاث ايام وقصيده قوي تسمعوا له ولا تملون منه؟ لا طيب. عادي بسمع ها يا لا استمع له ها يا متعب متعب انت تقول انا مل من كثر القصيد اذا افكاره جديده شاعر وده انه يقول قصايد وده انه كلامه كله طيب لو انه قوي تخيل حزمي حزمي لا حزمي يطول انا اقولك تخيل تخيل حزمي طيب خلاص انا بحافظ صيغه طيب ها كل شاعر له صيغه صح ولا لا؟ خلاص انا بحافظ من صيغته الشيء القصيده ذي اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها سردها ورا بعض انا بمل من الصيغه بس اذا افكاره جدد والله ما تمل اذا في جدد تدري ليش؟ حزمي احنا جبنا كان هالافلام اللي كل فتره لها جزء جديد جزء جديد تتابع 20 جزء 30 جزء ما تمل احنا جبنا طارق ابو سعد الله يمسيه بالخير من المنبر قصيده كفو بعدين شبك على القصيد يعني اقعد له طول عمرك يعني قاعد له يمكن حول 6 شهور 8 شهور سنه منزل القصيده من مطلع القصيده تدري انها حزمي بتسري. حزمي يكفيك من بعض قصايده سباه سعيد بن جدلان ايه يا رجل ترى الشاعر اللي تنسى قصته سعيد بن جدلان هذا مفروض انه يعتزل
من بعد قصيدتك انا لا ينسب لي بيتين سعد بن جدلان اعتزلت من عقبها خلاص خلوني على البيتين انت سبتها سعد بن جدلان حتى لو اعطيتهم واحده من عيونه قالوا لي انا مشهور كم مره كل بينا شفناها على صوره سعد بن جدلان صح واجد والله الى الليل وهي الحزمه والذي الاول الحياه في ايش ولا الحياه من الشعر في وجه الناس لقيت اكثر العالم لا شارب لا شارب ولا شارب ولا قبل التويتر يعرفوا قبل السناب اكثر مشاهير العرب فرسانه واليوم جاء في وضعنا شبه انقلاب اكثر مشاهير العرب كبلان انسباه سعد بن جدر هي اللي احسن وقصيدته اللي في الجيب في الاكسس وقصيدته برد يقول تشوف حرف الاف مقلوب وشي كذا لا واللي يقول ودك السبع السبع نسبه ودك تصب دهن العود في تانكيه ودك يقول وجوده فلسيته هذا اللي بس اللي راح شتم الاخوين الربع ذي بتكلم الحين لا مدح القصايد اذا مدحت لك شخص قصيده مدح موجهه الى شخص واحد هل لها انتشار؟ لا بس مع حزمي سعد يجيك يا لا لا لها انتشار والله نعم اذا قدر الرجال شيخ ووفق القصيده لحن وابيات تدري متى قصيده تنتشر؟ اذا وجهتها فيك وذكرت مواقف ارتجاليه بدون ذكر اسمك ولد تروح معك تدري متى تنشر؟ وتنشر قصيدتك اذا مدحتك واحد كفو بمخصم وجهك نعم يقول لك هو نعم بيضل وجهك كم مره كم مدحت لك واحد مدحت رجال اصطفى طفى عنه عادي نعم يا نواه نبي ابو هلا نواه عشان خلنا نطلع من قصيد 052 ثم خرب قصيد هاج خرب قصيد هاج عطنا عشان خلنا لايف عشان يرجع دقيقه انا والله نبي هدفها لك بدلت حلوه 058 اوه تعصب ابو عبد الله انا حرشت وسيد نفس قلب المدرس اللي قال ذيب ناب ذيب وسم حيه ودك حصان اليوم انه صار يعرف صيد قوي بس شوف اللي يقول لك انه يمل تدري متى من المشاهد اذا صارت الفكره مستهلكه لي 3 ايام وانا ما ادري وش كذاب المختار مفيد 3 ايام ساهر تكتب قصيده بابداع والمختار مفيد كذاب يعني في شيء يجيك اسمع لي قصايد شعار يا رجل استغرب ايش الفكر ذا شفت جابر النشيرة ترى فيه قوة من طبيعي شفت جابر النشيرة ترى فيه قوة وفيه غزر فكر عز الله جابر يجيب لك اشياء من برا ما تفهم ما معيناته شهر 3 لكن انسان معه صحة حيوي ما يطلع ثمر ولا معه قوة من طبيعية لو جابر النشيرة استحيل استحيل من خلاص لا تبدع خلاص نحن يستلم يلا مدح تمها من ظليمة شو يقول الشاعر هل الشعار قدر قدو أقول تعال هل نعلم كذا له سالم لا يرج خل والله أنا يوم تلعب البارحة تذكرت مين هديك بدر ولم توصل قد عندي لجنين حب الأرض والله من أخيان ما بد يا جنسينا 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 يا ابوي حذف جده اقعدي يلا يا ابوها ابوها والله نحب خلنا نطلع من جو الشعار لا ها ترى هذه الحياه سردح مردح بعد امدح املكت الحياه اجزم بان العقل ناقص اجزم بان عطاف ها ابو ما يدري ايش قدر بيمين قدر يا ولد يقولك اخت